مولود عكاكزة المكلف بالإعلام بمديرية الخدمات الجامعية بشلفة، تتواصل عملية التسجيلات النهائية لفائدة حاملية البكالوريا الجدد 2022 وكذلك الطلبة القدامى من أجل إيداع ملفاتهم على مستوى مركز التسجيلات الجامعية الموجود بحي السلام بالإقامة الجامعية 13 ماي 56900، وهذا من أجل الاستفادة من خدمات الإيواء النقل والمنحة الوطنية الجامعية. منذ انطلاق العملية في 5 من شهر سبتمبر الجاري، كولي للتلميذة مزرود حنان من جبتها من جبت بنتي من الإقامة الجامعية سمسيلت إلى الجامعة الخدمات الجامعية بشلف بالبقعة، نشكرهم على حسن الاستقبال والترحاب وعلى الخدمات. كل الجامعي الحالي تم دخول حيز الخدمة 3 إقامات جامعية جديدة بطاقة استيعاب تقدر ب4000 سرير، منها إقامتين جامعيتين بحي الحسنية ببلدية شلف بطاقة استيعاب 3500 سرير، وتم استلام إقامة جامعية ببلدية تتنس بطاقة استيعاب ب500 سرير. يعني فيما يخص متابعة طلبة الطلبة إلى آخره، ما شاء الله ما عندنا ما نقولوه، هينا وين رحنا رحبوا بنا وقاموا بنا. نشكر الناس يعني اللي واقفين على التنظيم في كل المرافق تاع الجامعة. منذ انطلاق العملية في 5 من شهر سبتمبر الجاري، سجلنا حوالي 3200 طالب جديد استفادوا من خدمة النقل الجامعي، كما كذلك أحصينا حوالي 7000 طالب من السنوات الثانية والثالثة وفي طور الماستر من الذين استفادوا كذلك من خدمة النقل الجامعي، كما تم إحصاء 4700 طالب جديد استفادوا وقاموا بإيداع ملفاتهم للاستفادة من خدمة المنحة الوطنية الجامعية، وكما أحصينا كذلك 5600 طالب قديم، يعني أقصد سنوات ثانية وثالثة وطور الماستر، قاموا بإيداع ملفاتهم للاستفادة من المنحة الوطنية الجامعية. كما أحصت مصلحة الإيواء على مستوى مديرية الخدمات الجامعية بشلف استفادة 820 من جنس الذكر للاستفادة من خدمة الإيواء، وتم إحصاء حوالي 2750 طالبة استفدنا من خدمة الإيواء على مستوى الإقامات الجامعية الموزعة على تراب ولاية شلف. وتنفيذا لتعليمات مدير الخدمات الجامعية بشلف السيد عبد القادر جندير، فإن العملية ما زالت متواصلة ويتم استلام ملفات الطلبة من أجل تجديد للاستفادة من خدمة النقل الجامعي وكذلك الاستفادة من خدمة المنحة الوطنية الجامعية، وكل الظروف مهيئة حيث تم تسخير طاقم من الموارد البشرية يسهرون على استلام الملفات وتوجيه الطلبة وإيوائهم بمختلف الإقامات.